أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس باوربوينت المستوى الاحترافي. إن شاء الله في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية إضافة الأبعاد وطبعا أسماء الغرف. طبعا من دراج ومن أشكال نختار مثلا هذا السهم، وطبعا نرسم سهم بهذا الشكل، وطبعا ممكن يكون اللون أسود جيد، وراح نخليه بهذه المنطقة بهذا الشكل، وطبعا ممكن نضيف خط وأيضا راح يكون لونه أسود وراح ينزل بهذه المنطقة. جيد، طبعا عندنا هذا البعد الأول، وطبعا نضيف البعد الثاني. طبعا كل ما تكون الأبعاد دقيقة كل ما أفضل. وأيضا عندنا البعد الثالث، طبعا ممكن أنه يزيد أكثر. جيد، وطبعا عندنا هنا البعد الأخير. جيد، الآن راح نجي نضيف المقاسات من خلال إدراج مربع نص. نكتب مثلا هنا 4 أو 4.0 يكون أجمل. طبعا ممكن أنه يكون القياس 14. نشوف إذا ممكن استدارة النص بهذا الشكل. طبعا هنا عندنا 4، ممكن نخلي القياس هنا اللي هو 2.5، وطبعا هنا ممكن المقاس 5.0، وطبعا مقاسات تقريبية بس مجرد يعني نبين الفكرة، ممكن هنا 3.0. جيد، طبعا هنا بعد ما يحتاج عندنا قياسات ممكن هنا نضيف فقط قياسات، أو ممكن نخلي عفوا قياسات لأن هذه الأبعاد تختلف. فقط هذه الغرفة متشابهة مع هذه الغرفة، ومع ذلك راح نضيفها أيضا بهذه الطريقة. طبعا ناخذ نسخ هنا، طبعا راح امسح هذه الخطوط، راح احدد الاسهم طبعا بالاتجاه، راح اخليها تكون بهذه المنطقة، راح احددها كلها بهذه الطريقة. طبعا يتم تحديدها بهذه الطريقة وتكون بهذه المنطقة. هذه 4، طبعا هذه تختلف، وهذا السهم يكون مختلف. طبعا هنا 3.4، 3.4، وهنا 5.7. جيد، عندنا هنا هذا الجزء وهذا الجزء، يخليهم بالمنتصف. طبعا هنا هذا راح يكون بهذا الشكل اللي هو راح يكون 0.1، وطبعا هذا الخط راح يجي الى النهاية. ممتاز، اكتملت عندنا القياسات من هذه المناطق. بنفس الطريقة القياسات راح نضيفها لهذه المناطق. طبعا ممكن نجي نحدد هذا الشكل، وممكن من تنسيق استدارة ممكن بهذا الشكل. طبعا نستنسخ هذا الخط، هذا ما راح نحتاجه، وطبعا هذا الخط راح يكون بهذه المنطقة. طبعا هنا راح يكون 6، اعتقد يعني 6 كان الخط، بس نتأكد من القياس من تنسيق 6. هذا راح يكون 6.0، وهنا طبعا 4.0. الآن عندنا ذن الغرفتين تم إكمالهن. نجي نضيف مقاسات المنور بهذا الشكل، ممكن ينزل، وطبعا راح نضيف القياسات. هنا راح يكون عندنا 1.5، طبعا ممكن نصغره، وهنا راح يكون عندنا 1.60 أو 1.6. جيد، صالة تكاملة، فقط عندنا هنا متر وربع بهذه الطريقة، 1.25، وطبعا راح نقلل بهذا الشكل. هنا عندنا متر هذا موجود، وطبعا ارتفاع متر او متر وربع، ايضا ارتفاع متر وربع. طبعا ممكن نهمله، ممكن نخليه بهذه المنطقة، ممكن نهمله بحيث واضح نفسه هذا الاتجاه، فقط انه تأكد. جيد، الان هذا الخط راح نرجعه بنفس المكان. تقريبا صار عندنا كل شيء جاهز ما عدا مقاسات المطبخ. طبعا مقاسات المطبخ راح يكون 4.5. ممكن نستنسخ هذا الخط، ممكن نستنسخ هذه المجموعة،
وطبعا راح يكون 4.5 4.5 بهذا الشكل. وطبعا ممكن واحد يسأل على الارتفاع او العرض الطول، هذا هو نفسه موجود. طبعا هنا عندنا بي مشكلة، مو 2.5، لازم هنا نخليه 5، 5.0. جيد، تقريبا يعني تم اكمال المقاسات. فقط عندنا هذا القياس اللي هو من تنسيق 3.8. طبعا ممكن نضيف هذا، ناخذ نسخ، ممكن نخليه هنا 3.8. طبعا هذا عندنا هنا علامة الدرج، راح نضيف خط حتى يبين عندنا درج، راح يكون بلون اسود. طبعا ممكن يعني نستنسخ بشكل عشوائي بهذه الطريقة. وطبعا راح نحدد جميع الخطوط، وطبعا نجي الى محاذاة ونختار توزيع افقي وتوزيع عمودي. ممتاز، طبعا هذا عندنا هو الدرج. الان راح نجي نكتب، ممكن ناخذ نسخ بهذه المنطقة ونكتب غرفة منام 1 مثلا، ممكن بولد ونكبر القياس، ممكن نلغي البولد. وطبعا عندنا هنا غرفة منام 2، هنا راح يكون عندنا صالة، وهنا مطبخ، راح يكون عندنا هنا حمام، وهنا طبعا عندنا منور. بس راح نصغر النص حتى يبين بهذا الشكل. وأيضا هنا عندنا منور، ممكن يكون بهذه المنطقة. طبعا هنا عندنا استقبال، وبالأسفل عندنا هنا راح يكون WC. بعد هنا الدرج واضح، كل شيء واضح، ما عدا طبعا فقط الشبابيك ما رسمناهن. طبعا ممكن راح نرسمهن، ممكن راح نرسم شباك شباكين بس يعني نعرف الفكرة بهذه المنطقة. طبعا الشباك هو خط بنفس هذا الخط، راح نستنسخه، وبهذه المنطقة هنا منطقة المنور، طبعا راح نستنسخه، نخلي مساحة تقديرية بس مجرد اتجاه. بهذا الشكل يرسم الشباك. طبعا بنفس الطريقة هنا ايضا عندنا هذا المنور، راح يكون شباك الغرفة بهذه الطريقة. وطبعا ممكن انه نستنسخ هذا الشكل، ممكن يكون بهذه المنطقة وبهذه المنطقة. راح نضيف شباكين، طبعا ممكن نستنسخ هذا الخطين، ممكن نحددهن ونحولهن الى جروب، ممكن الجروب ما ينفع ويانا. طبعا ممكن بهذه الطريقة، ممكن نحدد الخطين ومن تنسيق، ممكن 0.9، ممكن يصير 0.7، ممكن 0.8. ممتاز. الآن جيد، هذا يكون شباكة منا، وهذا شباكة منا، وهذا شباك منا. طبعا الاستقبال هذا شباكة راح يكون، والمطبخ هذا شباكة، والصالة طبعا عندنا شباكين بهذه المنطقة. طبعا ممكن هذه تصعد الى الاعلى بهذه الطريقة. وطبعا راح نضيف ممكن من تنسيق استدارة بهذا الشكل. طبعا ممكن انه نصفهن مع بعض بهذا الشكل، وطبعا ممكن انه نزيد من ارتفاع الشباك. بنفس الطريقة نضيف الشباك الخاص بالاستقبال، طبعا ممكن يكون بهذا المكان. طبعا ممكن ناخذ نسخ من هذا الشباك، ممكن شباك الاستقبال يكون كبير بهذه الطريقة، فقط شباك المطبخ وايضا طبعا ممكن يكون كبير. طبعا ممكن نستنسخ بالكنترول، وفي العادة شباك المطبخ يكون متلاصق. طبعا ممكن نحدد هذا الجزء بهذه الطريقة. طبعا الآن أكملنا هذه الخريطة، راح أحفظها خريطة احترافية ببرنامج باوربوينت.
نتمنى أن تكون سهلة وبسيطة، وطبعا أتمنى من الأخوة المهندسين أن يعذروني إذا كان بها خلل هندسي، لأن أنا مختصاص رسم معماري أو مدني. طبعا هذا اللي قدرت أرسمه من خلال برنامج باوربوينت. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.